لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص. وعندي سلام جوه المسيح، أصل المسيح. لأن الموضوع النهاردة مهم جدا جدا جدا. الرب يسوع عايز تبقى خادم مميز، وده بيورينا حتى صليت فقول أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، على أبونا السماوي اللي في كل الراحة والأمان. من كل مكان أهلا وسهلا بكم وبرنامجكم علمني يسوع وعلى قناة الطريق، ومحدثكم القس أمجد عطا من نيويورك ونيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. اليوم في صدد تعليم جديد، درس آخر، حكمة نازلة من فوق، ربما تتعارض مع منطق الحكمة، ربما تتعارض مع منطق الحكماء، ربما تتعارض مع ما يعلمه العالم، ربما تتعارض مع ما تعلمته أنت، لكنها الحكمة النازلة من السماء. واليوم في توبك كده في عنوان بنقول أن الرب يقبلك كما أنت. يبقى أنت النهاردة من تسمعني، من تشاهد هذا البرنامج، مهما كانت حالتك، مهما كان الوضع الذي أنت عليه، مهما كانت ذنوبك، مهما كانت خطاياك، مهما كانت أحمالك، مهما كان بعدك، هذه الرسالة هي لك. الرسالة الموجودة في إنجيل مرقس والقصة المعروفة في إنجيل مرقس 5:25 يقول الكتاب: وامرأة بنسف دم منذ 12 سنة، وقد تألمت كثيرا من أطباء كثيرين وأنفقت كل ما عندها ولم تنتفع شيئا، بل صارت إلى حال أرض. لما سمعت بيسوع جاءت في المجمع من وراء ومست ثوبه، لأنها قالت: إن مسست ولو ثيابه شفيت. فللوقت جف ينبوع دمها، وعلمت في جسمها إنها قد برأت من الداء. فللوقت التفت يسوع بين الجمع شاعرا في نفسه بالقوة التي خرجت منه، وقال: من لمس ثيابي؟ فقال له تلاميذه: أنت تنظر الجمع يسحمك وتقول من لمسني؟ وكان ينظر حوله ليرى التي فعلت هذا. وأما المرأة فجاءت وهي خائفة ومرتعدة، عالمة بما حصل لها، فخرت وقالت له الحق كله. فقال لها: يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام وكوني صحيحة من دائك. وبينما هو يتكلم جاءوا من دار رئيس المجمع قائلين: ابنتك ماتت. كقصة أخرى يا أحبائي، إننا هنا في صدد قصة مليانة بالدروس والعبر، مليانة بالحكم، الحكم التي قال عنها الكتاب، التي أخفاها عن الحكماء وعن الفهماء وأعلنها للأطفال، أعلنها لهؤلاء الخاشعين الخاضعين الذين يؤمنون بإمكانياتهم المحدودة، والذين يشعرون بضعفاتهم ويطلبون قوة التي تأتي من الله، والتي لا تأتي من خبراتهم الشخصية ولا من قدراتهم البشرية ولا من مواهبهم الذاتية، بل تأتي من الله الذي أعطى هذه الحكمة وملأ بها يسوع. وهكذا يسوع يعطيها لكل من يسأل. الذي تعوزه الحكمة قال هذا الكلام يعقوب: فليطلب
وهو غير مرتاب وسوف يعطى له. يا أحبائي، إن قصة المرأة نازفة الدم ربما قصة هكذا تعلمناها ونحن في مدارس الأحد، ونحن لازلنا أطفال، ولازالت هذه القصة الجميع ينهال من تعليمها ومن البركات التي الرب من خلالها يريد أن يصل بها إلى كل عقل وإلى كل قلب وإلى كل من يريد أن يتعلم الحكمة التي من الله، الدروس التي يعلمنا إياها الرب يسوع المسيح نفسه أثناء ما كان موجود على الأرض، وأثناء ما كان يقول يصنع خيرا ويشفي جميع المرضى والمتسلط عليهم إبليس. لك رسالة خاصة، الرب يقبلك كما أنت، اعرف كده التوبك النهاردة، العنوان النهاردة بتاع الوعظة، الرب يقبلك كما أنت، الرب يريدك كما أنت، الرب يريد أن يتمجد في حياتك كما أنت. دعونا يا أحبائي نعود مرة أخرى لكلمات الرب نفسه وهذه القصة الرائعة التي يريد أن يعلمنا بها الروح القدس الكثير والكثير. امرأة بنسف دم، وعندما نقول امرأة يبقى عايزين شرح يطول، لأن المرأة في العهد القديم هي أقل من الرجل، بل هي أقل طهارة من الرجل، بل هي لها قوانينها الخاصة التي تعتبرها العامة في أثناء يعني اليهود ما كانوا موجودين على في أورشليم وما سابقهم من أجيال، إن المرأة دي عبارة عن يعني الواحد كان يصحى الصبح اليهودي كان يقول ثلاث حاجات: أشكرك يا رب لأنك خلقتني لا جرا لا امرأة، يهودي لا أمم، وبعد كده يقول كده رجلا لا امرأة، يعني كأنه وهو رجل ده ميزة لي. وبيقول كده التقليد إنه كان هناك من يدعون باسم المفتوح الجبهة. يعني إيه مفتوح الجبهة؟ يقول لك إن الواحد وهو ماشي اليهودي المتدين في الشارع وهو بيبقى حريص جدا ما يشوفش ولا واحدة في الشارع، فلدرجة إنه ممكن لو لقى واحدة من بعد يغمض عينه، ولو هو غمض عينه طبعا ممكن يخرج عن المسار اللي هو ماشي فيه ويخبط في حيطة ولا عمود، فأكيد طبعا لما يخبط دماغه اتفتح. فكان يقول لك كده يعني لو دماغه اتفتحت افضل من انه يبص في امراه، وكان المراه اكثر نجاسه من ان الراجل ده حتى مش يتطلع اليها، مجرد بس انها تعدي بجواره ويلمحها كده مجرد لم. فعشان كده كانت جبهته تبقى مفتوحه، يقول لك ده راجل اكثر حرصا واكثر قداسه انه حتى يمشي في الشارع ما يشوفش امراه فبيغمض عينه. اشكرك يا رب لانك خلقتني رجلا لا امراه. يا احبائي، هذه القصه تعلمنا الكثير والكثير. فهناك ايضا شريعه خاصه بالطمس وبالدم، وان الدم المراه دم نجس، وانه عندما تكون المراه بتنزف هكذا يجب أن تكون في بعد عن كل أماكن فيها ناس، لأنها ربما لو أي حد لمسها يتنجس، أو لمس ملابسها، أو لمس المكان اللي هي قاعدة عليه. فيا أيام دمها أو أيام نزيفها أو أيام طمسها يجب أن تحبس كده في مكان بعيد حتى عن الأطفال وبعيد عن زوجها وبعيد عن، لألا أي حد يلمسها فتتنجس أو يتنجس هذا الإنسان. لكن هذه المرأة لم تكن فقط عندها دم الطمس، لكن في العهد الجديد ما فيش حاجة اسمها دم طمس ولا دم نسف ولا دم رجل ولا دم امرأة ينجس. العهد الجديد الذي ينجسنا يا أحبائي يا إخوتي يا أخواتي، ليس كونك ما امرأة أنت نجسة أو أقل من الرجل، أنت لك مكانة مثل الرجل، والكتاب بيقول معطينا إياهم كرامة كالوارثات
أيضا معكم حياة. أنت من وجهة نظر الرب مميزة جدا. أنا عايز أقول أكثر من الرجل كمان، لأن عندما خلق الرب الخليقة خلقها في 6 أيام، خلق الرجل في آخر يوم بعد ما كان خلق كل شيء لي، لكن حتى الرجل لم يكن هو نهاية الخليقة، فهو دائما يخلق الأفضل، يصنع الأحسن الأجمل. فعندما خلق آدم لم يكن هكذا جيدا أن يكون آدم وحده، بل أصنع معين نظيره، فخلق الأجمل، خلق الأفضل، خلق حولي. وعندما رأى آدم حواء طبعا كانت في صورة من الجمال يفوق جماله، طبعا يفوق جمال الشمس، يفوق جمال. أنت في نظر الرب مميزة، في نظر الرب تساوي وتوازي الرجل، وربما في أوقات كثيرة أفضل من الرجل. يقول الكتاب المقدس أن النساء كنا يخدمن الرب من أموالهن، مش بس أموالهن، ده كانوا يتبعون في كل قرية ومدينة بالخدمة. فالمرأة لم تكن هكذا من زاوية ولا في مكان لوحدها. أنا عايز أقول الكتاب المقدس في المسيحية، إحنا يمكن أوقات مش ماشيين تبع الكتاب، لكن ماشيين تبع الثقافة والشعوب والأديان المحيطة وما نتصوره إحنا عن المرأة. حتى هنا في أمريكا في البعض بيعطي المرأة حقوقها، والبعض يعتبر المرأة أقل من الرجل برضو، حتى من المسيحيين المتدين. لكن الكتاب المقدس في كل العهد القديم والجديد لم يخيفنا من المرأة، ما شفناش آية واحدة بتقول للرجل احترس من المرأة، ولا آية بتقول من المرأة احترس من الرجل، ولا آية بتقول أن وجود الرجل والمرأة هيكون ثالثهم إبليس، ولا يوجد أي آية في الكتاب المقدس فيها أي شك أن أولاد الرب مكرسين والمخصصين والمقدسين عندهم حرية أن يكون بيتعاملوا وبيتقابلوا مع بعض كرجال وكنساء، وبيتعاملوا مع بعض والمرأة مثل الرجل. حتى في العهد القديم، حتى في العهد الجديد، في كل الكتاب المقدس لا يوجد، لكن يوجد شيء، أشياء مهمة جدا جدا. من نظر لامرأة ليشتهيها، هو بيحرسنا مش من اللي احنا ننظر المرأة، لكن ننظر المرأة كينتها عالمة، مش نخبي وشها. ننظر للمرأة كينتها بنت، ابنة، كينتها زوجة، كينتها أم، كينتها أستاذة في الجامعة، كينتها معلمة للأجيال في المدارس، كينتها طبيبة، كينتها واعظة، كينتها نبية، لكن ليس كينتها جسد. المسيحية لا تعتبر المرأة عندما تراها أنها عبارة عن رؤية جسد، لمؤاخذة زي ما الناس بتقول كده، حلوة لمؤاخذة لما بيشوفوها الناس ينش عليها الذباب، يعني لو واحد شافها مش كويس ولا كويس. ده مشكلة مش المرأة، مش مرأة، كائن لطيف وكائن جميل، ليس هو فقط جسد، لكنها نفس وروح وشخصية وقدرات وإمكانيات ومفيدة للمجتمع مثلها مثل الرجل، وفي أوقات كثيرة أفضل بكثير. لكن الكتاب المقدس هنا بيقول كده، وعايز يعبر وينبر على أن المرأة دي ليها مكانة خاصة، أن المرأة مش ناجسة، أن المرأة غالية، أن المرأة محبوبة، أن المرأة تصلح أن تكون تابعة للمسيح، تلمس المسيح، تحضن المسيح، تخدم مع المسيح، تذهب إلى أي مكان يذهب إليه المسيح. المرأة مميزة جدا. فكتابيا المرأة استمرت مع المسيح أكثر بكثير من الرجل. فبداية من الحمل كان المسيح في بطن العذراء مريم، كان في بطن امرأة، وعندما خرج للحياة كان في بطن امرأة، وعندما كان طفل كان في بيت العذراء القديسة مريم إلى سنين عديدة، وعندما بدأ خدمته الرب كانت تتبعه النساء في كل مكان، في كل قرية وكل مدينة، وكنا يخدمنه من أموالهن. حتى عند الصليب كانت هناك المرأة، وأول من رأى قيامة الرب كانت المرأة، وأول من رأى صعود الرب كانت المرأة، وأول من خدم الرب
كانت المرأة، فالمرأة لها مكانة خاصة عند قلب الرب. أنت لك مكانة خاصة، أنت عزيزة جدا، أنت لست نجسة. لكن ربما ينجسك البشر، ربما تنجسك الأديان القائمة، ربما تنجسك بعض الطوائف وتقول لك أنت في مكان معين ينفع تخشي ومكان تاني ينفع يخش أخوك، لكن أنت لا. لكن أنا بتخيل لو جات العذراء مريم النهاردة في وسطينا هيمنعوها تدخل من في أماكن معينة، لا أنت ما ينفعش تخشي المكان ده لأنك امرأة، ده حاجة صعبة قوي. لكن ينفع لما نقارن ما بين امرأة ورجل نقارن روحيا، لكن نقارن بين امرأة ورجل فسيولوجيا وسيكولوجيا وعدويا بعيدة، ونقول انت راجل ينفع تخشي المكان المقدس ده وانت ست ما ينفعش تخشي فيه، مجرد ان ده راجل ودي طب يمكن هي احسن منه. طب هسألكوا سؤال، اكرم للمرأة ان تكون في مكان مقدس ام ان المرأة تكون قدس اقداس؟ بمعنى ايه اللي اقصده؟ العذراء مريم لم تكن في مكان مقدس فقط في الهيكل، لكنها كانت هيكل المقدسة لان الرب سكن فيها والرب جاء منها، ورب قال أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم، فأنت مقدسة أيتها المرأة، فأنت هيكل الله والرب بيسكن فيك. لكن وإن كان هناك طوائف تعتبر المرأة في أماكن تخشها وأماكن ما تخشهاش، أقل قداسة، أقل نقاوة، أقل طهارة، أو هي نجسة بسبب ما أشياء معينة بسبب أمور جسدية أو بسبب وضع الطمس أو بسبب أي من كان هذا السبب، فهذه أمور يعلمها العالم. إن الرب يعلمنا أن المرأة مساوية للرجل، أن الرب يعلمنا أن المرأة في طبيعتها غالية جدا، طاهرة جدا، نقية جدا، تصلح جدا لأن تكون مساوية للرجل ووارثة أمجاد مع الرجل. لكن هذه حكمة الرب، لكن حكمة الأديان، حكمة الطوائف، حكمة العالم، المرأة نجسة، المرأة زي المؤاخذة زي مش عايز أقول أي كلام، عند البعض بيعتبروها أقل بكثير، حتى مش دين عن دين، كل الأديان اليهودية والمسيحية والإسلام هناك كثيرين من يقللوا من طب ان المرأة تكون مساوية للرجل، ويقللوا من مكانة المرأة عند الرب، ويقللوا من دور المرأة وخدمة المرأة وطلق. عشان كده الرب عايز يباركك انت النهاردة كأمرأة، عايز يستخدمك، لكن يقول الكتاب المقدس كده. وكان هو فين في, في, في خدمته امرأة قعدت 12 سنة كانت بتروح عند أطباء، وكانت نازفة في العهد القديم يعني نجسة، وكان الوقت ده المسيح لسه كان في الأرض وما كانش لسه مات وقبر وصلب وقبر وقام بالأموات، فكانت تعتبر المرأة نجسة. وكانت عشان كده يقول الكتاب إنها جاءت مختفية، جاءت مكسوفة، جاءت من وراءه، ويقول الكتاب مش عايزة الناس تشوفها، لأن لو الناس عرفوا إنها معروفة بقالها 12 سنة وهي بتنزل، فأكيد تركها زوجها وتركها أولادها وتركها أقرب مليها، وصعب إنها تخش الهيكل، وصعب إنها تكون في تجمع فيه ناس، وكانت للأسف أنفقت كل معيشتها، فكانت عليلة صحيا بسبب الناس، وعليلة ماديا بسبب إنها صرفت كل أموالها عند الأطباء، وعليلة اجتماعيا لأنها كانت في نظر الناس نجسة، وعليلة نفسيا في علاقتها وروحيا مع الله لأنها تشعر أنها ليس لها حق أنها تقترب إلى الله بسبب نجاستها. لكن هي أدركت تماما أن هناك سيد، أن هناك المسيح الموجود ليعطي كل من يسأله، ليعطي كل من يطلبه، لكل من يمسه ينال الشفاء، ينال معجزة، ينال عظمة، ينال مجد من الرب. أنا النهاردة بقول لك لو أنت مريض تنال مجد لو لمس، لو لمست الرب ورب لمسه، تنال تعزية لو حزين، تنال احتياجاتك لو أنت تلمست النهاردة مع الرب، أنت تحتاج أن تلمس الرب ورب يلمسك. والكتاب فجاءت من وراءه ومست هد بصوب، وهي عندها إيمان وفي الحال برأة ونصف دمها.
أنا عايز أقول لك النهاردة إن في الحال مشكلتك هتتحل، في الحال الرب يستجيب، في الحال قال إلى الآن لم تطلبوا اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. أنا النهاردة بتحداك، هات الأمر قدام الرب، هات المشكلة دي قدام الرب، تلامس مع رب ورب هيعمل معجزة. قال دي معجزة المرأة نزفة الدم، وأنا خدت معجزات كثيرة في خلال 3-4 شهور اللي فاتوا دول من أول السنة. لو أقدر أقول أنا عندي كتب أكتبها بس في خلال كم شهر اللي عدوا، فكم وكم خلال عمر اللي فات. وإن النهاردة أنت النهاردة هتنال معجزتك. يقول الكتاب الرب حس فيه في قوة خرجت منه، فبيسأل كده في قوة خرجت مني، مين لمس صوبي؟ ما قالش مين لمسني، لأنه هو بيحدد بالظبط. وكان بيدور على امرأة، لما نشوف كده الكتاب كان عارف كل حاجة. بيقول له يقول الكتاب لأنه قال المسس صوبه أنا برأت، وفي الحال جف ينبوع دمها وبرأت طبعا من الداء. فالوقت التفت يسوع بين الجمع شعان في نفسه بالقوة التي خرجت منه وقال من لمس سياب؟ فقال له أنت تنظر الجمع يسحمك وتقول من لمسني؟ هو وخلاص ما الكنيسة مليانة شعب، ما المسيحيين في كل حتة، ما كل اللي بيقولوا يا رب يا رب لن يدخلوا ملكوت السموات، ده في ناس بيوعظوا مش يخش السماء، ده في ناس بيعملوا معجزات ومش يخش السماء. فقال لها أما المرأة فجاءت، يقول الكتاب وكان ينظر حول ليرى التي فعلت هذا، ما قالش الذي فعل، هو عارف هي فين، هو عارف مين لمسه، هو عارف القوة اللي خرجت منه. وإن كان هو عارف القوة اللي خرجت منه وحس بيها رغم ان العالم كله كان يلمسه، فهو مش هيعرف مين اللي لمسه. النهارده في قوه هتخرج من الرب. انت ما تقولش الرب ما يلمسنيش انا، اصل انا عندي المرض اخطر من يلمسني. ما تقولش ان الرب ما يلمسنيش انا لان انا ناجس مليان خطيه. الرب جه علشان يخلصك انت لو في حد النهارده واقع في خطيه الزنا. الرب بيقول لك انا هطهرك النهارده. لو في حد النهارده واقع في خطيه التجاسة والصور المش كويسة وبيفتح مواقع مش كويسة، الرب النهاردة بيقول أنا جاي لك النهاردة علشان أنا عارف قد إيه أنت شاعر بالخزي، وأنا جاي أرفع خزي. أنا عارف أنك أنت النهاردة في مشاكل بينك وبين المحيطين، وعارف أنك سبب في مشاكل. أنا عارف أنك ممكن تكون زي زكة للأسف عندك فلوس كتير مش بالأمانة، وفلوس كتير واخدها مش من حقك، لكن الرب النهاردة هيدور عليك عشان يغيرك بالنعم. يمكن بتقول اخرج من سفينة يا رب لأن رجل خاطئ زي بطرس، لكن الرب بيدور عليك. يمكن كنت بتضطهد كنيسة الرب زي شاول، والرب عايز يحولك لإيه؟ يحولك لرجل الله بولس. فقال لها يا ابنة إيمانك قد شفاك. أنا عارف إنك أنت إيه اللي بتحس بيه، أنا عارف إن أنت مجروحة، أنا عارف إنك مكسورة، أنا عارف إن ما حدش قبلك حتى نفسك، أنا عارف إنك أوقات بتحس بحمل تقيل، أنت مش عارف تعيش في الزمن ده، أنت عملت خطايا كتير، أنت علاقتك بالناس أصبحت متجرحة، أنت أمورك المادية في نازل، عندك مشاكل صحية، عندك ضغوط فوق طاقتك، بعدت الأيام اللي فاتت دي وبطلت تقرا الإنجيل وبطلت تصلي وبطلت، لكن الرب بيقول لك أنا بحبك، أنا لازلت بختارك، أنا لازلت أنت ابني، أنا لازلت بدور عليك. أنت النهاردة محتاج اللمسة دي، اذهب إليه قول له أنا بتلامس معاك، قول له أنا عايز النهاردة أنال معجزتي، أنا النهاردة عايز أشوف حاجة مختلفة. دعونا يا أحبائي النهاردة نصلي هذه الصلاة. لو في حد النهاردة شايف إن الناس بتنجسه، شايف إن بتوع الكنيسة نفسهم مش طايقينه، شايف إن الناس واخدة عنه فكرة مش كويسة، 12 سنة هذه المرأة خسرت كل شيء، خسرت كل شيء. لو أنت النهاردة بقالك 12 سنة في المعاناة، بقالك 18 سنة زي المرأة المنحنية، بقالك 38 سنة زي المفلوج، لو أنت النهاردة مش قادر تعمل حاجة ولا تتصرف في أمورك، تعال إليه وهو هيلمسك، هو هيشفيك. يا أحبائي دعونا نصلي هذه الصلاة. يا رب يسوع المسيح، يا ابن الله، يا كلمة الحياة، تعال إلى حياتي، أريد أن أنال شفاء، أريد أن أنال معجزتي، أريد أن أنال منك عمل نعمتك
يغيرني. أنا النهاردة زي المرأة، فيها نجاسة، فيها عدم أمانة، فيها عدم طهارة، أنا لا أستحقك يا رب. أنا مش زي الناس اللي يجوا جنبك ويلمسوه. أنا النهاردة آخر واحد ينفع، أنا آخر واحد ينفع يجي ليك يا رب. أنا لبسي مش كويس، أنا طريقتي مش كويسة، أنا عيني مش كويسة، أنا اتجاهات قلبي مش كويسة، أنا أفكاري مش كويسة، لكن أنا باجي بندم وبتوب قدامك. الأحباء من كل مكان، أصدقائي والمشاهدين من قناة الطريق، سعدت جدا بلقائكم اليوم، وعلى أمل لقاء آخر. الرب يبارككم وأشوفكم بخير. سلام ونعم. آمين. لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص، وعندي سلام جوه. أصل المسيح، لأن الموضوع النهاردة مهم جدا جدا جدا. الرب يسوع عايزك تبقى خادم مميز، وده بيوريك. قال لهم متى صليت فقولوا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، على أبونا السماوي اللي في كل الراحة والأمان.